مساء الخير للجميع. نحن في الكلاس نشكر الأخ الدكتور عبد الرحمن على اتيان قبول لنا في معهد الدايرد هاوس في ولاية إكستر في بريطانيا. هذا كلاس المعهد ممتاز جدا، راح أعطيكم صور من الخارج للمبنى، نحن أصوركم من داخل الكلاس، وشكرا. هذا مبنى الدايرد هاوس، تعلم اللغة الإنجليزية طبعا الطلاب، بعضهم طالعين بريك